لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. صحة نسبة الدعوة إلى الله عز وجل أنها إلى الله لا إلى غيره تعطيها من الصفات والسمات الأخرى صفة الثبات والاستقرار، لأنها طالما كانت دعوة من عند الله وإلى الله فهي لا تتلون، هي ثابتة لا تتلون بتلون ما حولها، ولا تغير جلدها ولا رايتها ولا ولاءها حسب المصلحة كسائر الدعوات الأرضية. هل معنى ذلك أننا ننكر مراعاة المصلحة؟ لا، ولكننا نقول أن الولاء لا يكون على المصالح الدنيوية، بل لابد من مراعاة المصالح الشرعية والولاء على دين الله عز وجل. وقد قال الله سبحانه وتعالى: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. فلم يجز للمسلمين نقض الميثاق نصرة لطائفة لم تدخل معهم في السمع والطاعة لإمامهم وإن كانوا على دينهم، وإن كانوا يستنصرونهم على غير هؤلاء الذين بينهم وبينهم ميثاق فقد وجبت النصرة في الدين لا لقتال في الدنيا. لكننا نقصد بذلك أن الولاء لا يتغير حسب المصالح الدنيوية كالمال والمنصب، فمن أعطاك أعطوهم منصبا ولوهم، ومن أعطوهم مالا ولوهم، ومن منعوهم المناصب عادوهم، أو منعوهم الأموال ولو غيرهم، والعبرة عندهم بهذه الأمور الدنيوية. لا، ليس الولاء في الدعوة الربانية صحيحة النسبة إلى الله عز وجل على مصالح الدنيا، إنما هي على مصلحة الدين. وكذلك تعطيها صحة هذه النسبة، صحة النسبة إلى الله وأنها من عنده وإليه، تعطيها كذلك صفة الشمول والاتساع، فليست منحصرة في جانب واحد، بل تأخذ الدين وتقوم به من جميع جوانبه، لأنها بالفعل ملتزمة بالوحي، منبعها من عند الله عز وجل من الوحي المنزل، وغايتها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأنواع القربات. فلذلك لا تفرط الدعوة في وجه من الوجوه وتتركه منشغلة بواجب آخر، ولكنها شاملة. وكذلك لا تلتزم بتحقيق هدف واحد، بل تأخذ الدين من جميع جوانبه، لأن كل ما يقرب إلى الله فهو من المقاصد المطلوبة التي من خلالها يصل العبد إلى الله. ومن كان في نفسه أشمل كان مدعوا، من كان في نفسه حريصا على أن يكون من أهل الصلاة ومن أهل الزكاة ومن أهل الصيام ومن أهل الجهاد، فإنه يدعى من هذه الأبواب كلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر:
فقال إنه يرجو أن يكون أبو بكر ممن يدعى من هذه الأبواب كلها لحرصه على كل أبواب الخير. فالدعوة تقوم على بيان الحق للناس وتعليمهم إياه وإقامة فروض الكفاية وواجبات الأمة كلها ورعاية الأرامل والأيتام والمساكين والمحتاجين ورعاية طبقات الأمة كلها من رجالهم ونسائهم وشبابهم وأطفالهم. فهذا كله من علامات صحة النسبة. وهناك من الناس من يهتم بجانب واحد ينشغل به دون غيره، كمن ينشغلون مثلا بما يظنونه إصلاحا لقلوبهم من خلال مناهج معلوم ما فيها من الانحراف كمناهج التصوف، ولا دخل له بجهاد، ولا دخل له بأمر بمعروف أو نهي عن منكر أو نحو ذلك. والجهاد على درجاته المختلفة وأنواعه المتعددة ومنازله الثلاثة عشر كما بيّنها الإمام ابن القيم وسبق الكلام فيها مرات على هذه الدعوة، أن تجتهد حتى تكون ربانية وصحيحة النسبة إلى الله، أن تجتهد في إقامتها. نجد أناسا انشغلوا بصفة معينة في الدعوة لا يفارقونها، تجد الشخص منهم في مكانه وبلدته وقريته ربما يكون يعني مهملا فيها ولا يعني يهتم بها، فإذا خرج مع طائفته وجماعته إلى البلاد البعيدة تجده نشيطا في ذلك، وعنده كل آيات الجهاد محمولة على هذا النوع الخروج، وكأن أن المكث في بلده مع الدعوة إلى الله والاهتمام بأصحاب يعني بالاهتمام بأهل بلده وقريته لا يكون خروجا، لا بد أن يخرج، لا بد أن يسافر. وهذا ليس مطلوبا في حد ذاته، بل مطلوبا لتحقيق دعوة في أماكن أخرى دون أن يهمل مكانه. وكذلك من يهتم بنوع من العلوم دون علم آخر، كمن يهتمون بالفقه ولا دخل لهم بأمور التوحيد، ولا دخل لهم بأمور تهذيب النفس، فليست هذه الدعوات إذا قامت على ذلك بدعوات صحيحة النسبة إلى الله. وهكذا قال كذلك تعطيها هذه صحة النسبة، تعطي الدعوة إلى الله صفة العالمية، كما قال تعالى إن هو إلا ذكر للعالمين. فليست منحصرة في بلدة أو قبيلة أو شعب أو طائفة، بل هي دعوة للإنس والجن إلى يوم القيامة. وكذلك تعطيها صفة الواقعية، فهي لا تعيش في الخيال ولا تحارب المعارك في الخيال، بل تبدل الواقع بإذن الله إلى ما يوافق الإسلام ويرضي عنه الرحمن. هاتان المسألتان، قضية العالمية أن هذا الدين جاء للعالم كله وليس للعرب فقط أو لأهل بلد دون غيرهم، أو أنه في كل بلد يتلون، كأن يكون الإسلام المصري والإسلام السعودي أو الإسلام الفرنسي، هذا لا يكون أبدا. الإسلام دين واحد ويعني مصدره واحد وغايته واحدة، فلا يمكن أن يتغير بتغير البلدان إلا ما كان الشرع فيه موجها لنا إلى ذلك، ولكن لا يكون مختصا ببلد دون بلد، ولا يقبل العصبية الجاهلية للمكان الذي نشأ فيه، وإن كان يرى أن من قرب منه من أهل الإسلام في من أهل بلده ومحلته أولى بدعوتهم وبالخير لأنه لهم حقوق عليه أكثر من غيرهم، ويرى أن الذين
في بلده من الكفار أولى بالدعوة من غيرهم. وهكذا بدأ الرسل دائما دعوتهم بدعوة القوم وهم الذين أرسل إليهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل إلى قومه خاصة، وأرسلت إلى الناس كافة، قول النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدلنا على شمول دعوة الإسلام العالم كله. ولذا يهتم المسلمون بشأن المسلمين في كل مكان في العالم، ويعتبرون قضيتهم قضيتهم، وألمهم ألما لهم، وانتصارهم انتصارا لهم، وإن لم يكونوا هم معهم منتصرين في نفس المعركة. وكذلك في قضية الواقعية مسألة غاية في الأهمية، فإن كثيرا من الناس تعيش في أحلام اليقظة ولا يزنون الأمور فيما يتعلق بموازين القوة والضعف والمصلحة والمفسدة ومعرفة قوة المسلمين وقوة عدوهم، حتى لا يقدم بالمسلمين على مهلكة، لا يعيش الواقع وإنما يعيش في الخيال. وهذا يحدث لكثير من الناس في فترات الأزمات الطويلة العهد، والمسلمون منذ نحو قرنين من الزمان وهم في أحوال متردية، ويغلبون على بلادهم وضعفت دولتهم، حتى زال اسم الخلافة من العالم الإسلامي لشدة التفرق. وعودة ذلك لا تكون بمجرد الخيال كما يحدث عند الكثيرين. ولقد حدثني بعضهم أنه عندما كانوا في أفغانستان أن أحدهم قام فوضع حبلا على 10 أمتار وعشرة أمتار أخرى عرضا، وجعل هذه المساحة دولة، ورفع الراية دولة الخلافة الإسلامية. وهذا من الخيال. وكذلك عندما يقال دولة الخلافة فيما حلة ضئيلة كما فعلت بعض الجماعات الصدامية التي تصطدم بالمسلمين، قالوا نريد أن نقيم دولة الخلافة وأعلنوا إقامتها، وكأنهم بهذا الإعلان قد يعني أوجدوا دولة حقيقية لها أركان واقتصاد ونحو ذلك وقوة عسكرية حقيقية، بل هي كانت قوة مصنوعة، قوة في بعض البلدات، ثم بعد ذلك عندما حانهم سمحوا لهم بالدخول، سمح الأعداء لهم بالتواجد، وسمحوا لهم بالأموال يأخذوها، وسمحوا لهم بالسلاح يدخل، فلما حان الوقت دمروا هذه القرى والمدن بالكامل، ولم يعد فيها بيت قائم بنفسه. يعني صورة الرقة التي كانت يعني عاصمة لما يسمى دولة داعش، يعني بعد أن دمرتها الطائرات المسمى بالتحالف الأمريكان في المقام الأول، يعني دمارا هائلا، لا يوجد بيت قائم على نفسه، وانسحبوا في النهاية بأسرهم وتركوا المسلمين يفعلوا بهم يعني الأعداء ما يفعلون، ونسأل الله العافية. ونفس الأمر وقع في الموصل في العراق، دخلوه بصورة عجيبة بانسحاب غير مبرر من الجيش العراقي، وترك الأسلحة الثقيلة والأموال الكثيرة، أموال في البنك المركزي في الموصل بلغت 3 مليار دولار، وانسحاب غير مبرر. بعد 3 سنوات فقط دخلوا دمروا كل شيء في البلد، وانتهكوا حرمات كل من كان ملتزما بالسنة أو مظهرا لها، بعد أن قتل الآلاف من المسلمين في هذه المعارك، لأنها ليست في الحقيقة دولة، وليست الدولة تقام بالخيال، وليس مجموعة محصورة في ميدان من الميادين سوف يفرضون إرادتهم على
كل من يعني خالفهم ويسبون ويلعنون ويكفرون، ثم تكون النهاية أن يعني يتم قتل من قتل ويعني إخراج من أخرج وحبس من حبس، ويبقى الناس يعني في الآلام نتيجة الأوهام ونتيجة عدم فهم قضية التوكل على الله سبحانه وتعالى. رحمك الله. وأن التوكل على الله لا يعني عدم الأخذ بالأسباب، ولا يعني عدم حساب قوتنا وقوة أعدائنا أو المخالفين لنا، بل إن هذا الأمر لا بد أن يراعى على الدوام. ولذلك يعني كان هذا الأمر الانسحاب مثلا من بعض البلدات لعدم تدميرها بالكلية بعد أن دمرت غيرها، كانسحاب يعني المجاهدين في أفغانستان من عاصمتها كابول ثم من قندهار والاعتصام في الجبال أمام غزو مدمر فظيع من دول الغرب. وكان هذا هو العقل السليم، لا أن نظل حتى يدمر الناس كلهم أو يقتلون جميعا وتدمر البلاد بأسرها، بل لابد من إدراك الواقع. وعدم إدراك الواقع كان سببا من أسباب البلايا التي وقعت لأهل الإسلام في كثير من البلدان، عدم إدراك الواقع والعيش في الأحلام والخيال. نسأل الله العافية. ووصف الرسول صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه بالدعوة إلى الله يدل على لزومها ووجوبها، فكل مسلم يدعو إلى الله حسب علمه وقدرته، وإن لم يجد سوى نفسه فليدعوها إلى الله. وقد قال الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وذلك أن الأمة إذا وجدت فيها الطائفة التي تدعو إلى الله حتى يوجد المعروف الواجب ويزول المنكر المحرم، فالأمة كلها بهذه الطائفة التي فيها ومنها قد صارت أمة قائمة بأمر الله سبحانه وتعالى. وأما إذا لم تولد هذه الطائفة أو وجد قدر عدد منها لكن لم يقدروا على إزالة المنكرات المحرمة ولم يقدروا على إقامة الواجبات المفروضة، فإن ذلك يدل على أن واجب الدعوة إلى الله ما زال مستمرا وأنه لم يحقق غايته بعد. وسبحان الله، لا يزال الله عز وجل يزيغ قلوب أقوام ليختبر عباده المؤمنين في الدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله وبيان الحق للناس والابتلاء الذي يتعرضون له، لأنه سبحانه وتعالى يحب ذلك منهم وهو قادر على هداية الناس أجمعين. فكل مسلم لا بد أن يكون مشاركا، وكما ذكرنا على الأقل يدعو نفسه ويدعو أهله وأسرته. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال ابن مسعود علموهم أدبوهم. فلا بد أن يكون هناك دعوة داخل المنزل، وهذا يجب أن يكون يعني من الأمور التي يحرص عليها كل أب وأم وكل أخ كبير، وكذلك في كل بيئة يستطيع الدخول إليها، فإن ذلك من أهم الواجبات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. من رأى منكم، أي إنسان يرى منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ولا شك أن التغيير كما هو مقصود بالقلب واللسان مبني على ما يقدر عليه الإنسان وعلى النتائج المترتبة عليه من الخير والشر والحسنات والسيئات والمصالح والمفاسد.
وأما القلب فلا سلطان لأحد عليه، فيجب أن يكون بغضه وكراهته ورفضه وبراءته من كل المنكرات كاملة، لا ينتقص شيء من ذلك إلا بانتقاص الإيمان. والدعوة إلى الله فرض كفاية، إذا قامت بها طائفة من الأمة حتى يوجد المعروف الواجب ويزول المنكر المحرم سقط الحرج عن الباقين، وإلا أثم كل قادر بحسب تقصيره، سواء أكان قادرا بنفسه أم بالتعاون مع غيره فيقصر في هذا التعاون، أم قادرا على أن يأمر القادرين وينصحهم بأن يدعوا إلى الله فيقصر في ذلك. ينصحهم بأن يدعوا إلى الله، يقول للقادرين قوموا فتحركوا، قوموا فاجتهدوا في الدعوة إلى الله. ولا بد حين نتكلم عن وجوب الدعوة إلى الله أن نعلم أن مشاركة الجميع في الدعوة ليست لحاجة الدعوة إليهم، بل لأنهم هم الذين في حاجة إلى الدعوة إلى الله، ودين الله ماض بهم أو بغيرهم، وهم لا يمضون إلا بدين الله. وإذا كان الله قال لخير الناس بعد الأنبياء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، فكيف يظن أحد أن الدعوة لا تمضي إلا به؟ ولهذا فلا يمن أحد من الدعاء على الدعوة ولا على إخوانه فيها ولا على الناس، بل المنة كلها لله وحده لا شريك له. فلا يكون هناك أفسد لدعوة من الدعوات من المن، لأنه يظن أن الدعوة متوقفة على وجوده، ويظل يذكر الناس بأنه هو الذي علمهم وهو الذي يعني أخرجهم من الجهالة إلى نور العلم، وأنهم كانوا في البدع وأخرجهم إلى السنة، ألا ويظل كذلك المن لله عز وجل ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى إنما يختبر عباده بما يوفقهم له من ذلك، لينظر كيف شكرهم لله ونظرتهم إلى أنفسهم أنهم هم الذين يحتاجون إلى الدعوة، وليست الدعوة ولا الدين هو الذي يحتاج إليهم. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.